الرئيس السيسي يواجه بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية. التضامن تعلن صرف معاشات شهر يونيو السبت المقبل بمناسبة عيد الفطر. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل ملف قيادات مؤسسات الاتحاد. من مساء السادسة في جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وخلال اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الآثار لتناول مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية. أكد الرئيس السيسي على أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى القومي للحضارة بعين الصيرة في إطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف بشأن مصنع المستنسخات الأثرية والمتوقع بدء الانتاج به نهاية العام الجاري، بما يضمن تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية يمكن إتاحتها للسائحين والمواطنين المصريين. وجه رئيس السيسي بإبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة من خلال المتحف المصري الكبير. وخلال اجتماعه بالجهات المسؤولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، أكد رئيس السيسي دور المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، بما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر بمناسبة حلول عيد الفطر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق الأول من يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارا من الأحد الثاني من مايو. من جانبها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة. تتقدم شركة تذكرتي بالشكر والتقدير للجماهير المصرية التي تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة، وإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود تذاكر كافية، الأمر الذي دفع شركة تذكرتي إلى توضيح عدد من الأمور، أهمها أن الشركة ملتزمة بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع فان اي دي وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المخصص خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات. كما تؤكد الشركة أن نظام حجز التذاكر يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي أسبقية الحجز. أعلنت منصة واتشيت الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات. كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة واتشيت إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق مستخدميه، منوهة بأنه سيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في المجالات المختلفة.
دعا مبعوث الاتحاد الافريقي الى السودان محمد الحسن ولد لبات المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحريه والتغيير الى العمل بسرعه على استئناف المفاوضات، مفاوضات الانتقال الى سلطه مدنيه. وحذر مبعوث الاتحاد الافريقي من فشل المفاوضات قائلا ان السودانيين امامهم خياران لا ثالث لهما، اما الاتجاه للفوضى او طريق السلم والتفاوض. انطلقت المباحثات بين رؤساء الدول وقادة البرلمان الأوروبي لاختيار قادة جدد للمؤسسات الأوروبية، ومن المقرر أن يقضي قادة الاتحاد الأوروبي الليلة في مساومات حول من الذي ينبغي أن يقود المؤسسات الرئيسية في الاتحاد والمكون من 28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الانتخابات والتي عقدت في مطلع الأسبوع وهزت المشهد السياسي في أوروبا. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.